بعض الأحاديث الضعيفة. انتبهوا يا إخواننا، الكلام ده داير حفظ حفظ عديل تر كده. نعم. يحتج الصوفية ببعض الأحاديث الضعيفة والمكذوبة لتجويز التوسل البدعي، وبالتالي هم يريدون أن يجوزوا دعاء غير الله ويجوزوا الشرك بذلك. ومن أمثلتها الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشيرا ولا باطرا أقبل الله عليه بوجهه. إسناده ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. طيب أشوف وين في الحديث ده؟ أسألك بحق السائلين على، قالوا ده معناته دليل على جواز التوسل بجاه السائلين وحق الصالحين وإلى آخره. الحديث ضعيف لأنه في إسناده في رجل اسمه عطية العوفي. طيب عطية العوفي ده ماله؟ أيوه. قال النووي في الأذكار: وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا ضعيف. نعم، أحيانا النووي ينبه، الحافظ النووي أحيانا ينبه أن الحديث صحيح وأحيانا لا ينبه. فهنا لما روى الحديث ده بالذات قال الحديث ده نحن رويناه في كتاب ابن السني من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال لنا عطية ده ماله؟ ضعيف. يبقى الحديث ضعيف لوجود عطية بن العوفي والإسناد، والقال ضعيف منه الحافظ النووي. موضوع انت. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف. وقال ابن حجر في التقريب: التقريب ده تقريب التهذيب، من أعظم وأفضل كتب الجرح والتعديل، كتاب مجلد واحد متوفر في السوق، ويقال إنه ما كان بفارق الشيخ بن باز أبدا، كن جنبه الكتاب ده قاعد يقرأ وخطه يقرأ وخطه، وبيساعدك في ضبط أسماء السلف ذاته، مثلا يعني خضر خضر، يعني الضبط ده بيساعدك فيه الكتاب ده، من أنفع الكتب. وبيوريك برضه إنه الرجال جرحا وتعديلا، وهو خلاصة الخلاصة، ابن حجر جاء فيه خلاصة الخلاصة بالرجال. نعم. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، عن عطية العوفي يعني. نعم. وكان شيعيا مدلس، كان شيعي مدلس، ومن تدليسه انه عطية العوفي ده بيقول عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن الإنسان أنه يروي عن أبي سعيد الخدري زي في الحديث ذا، وهو ما أبو سعيد الخدري الصحابي، هو قاصد الكلبي، الكلبي ده ذو المجرم بيروي عنه، بيمشي يأخذ منه الحديث عطية العوفي. فلما ماذا يقول الكلبي؟ لأنه قال الكلبي العلماء كلهم عارفين الكلبي ده مجرم، فبيكني شيخ الكلبي بأبو سعيد فيقول حدثني أبو سعيد، جماعة بيظنوا أنه ده الخدري زي الحديث، وذاك الكلب ما أبو سعيد الخدري. يعني الشبهات والبلاوي دي شغالة من شنو؟ من بدري يا أخوان. وقال الذهبي في الميزان: تابعي شهير ضعيف. وقال أحمد: ضعيف الحديث. وقال أحمد أيضا: بلغ. تحفظ الكلام ده ويقول لك ضعف منه، قول له أحمد فلان فلان، تاني عنده حجة؟ ما في حجة. قال أحمد أيضا: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد، قلت يعني يوهم أنه الخدري. وقال النسائي وجماعة: ضعيف. طيب الصوفية قالوا مش الإسناد ضعيف لأنه فيه عطية العوفي، صدقناه. عندنا نفس الحديث ده ذاته، وأسألك بحق السائلين عليك ده ذاته، لكن في الإسناد ما في عطية العوفي، جاء من طريق ثاني. ها
ورواه النووي في الأذكار بإسناد آخر ليس فيه عطية العوفي ولكن فيه الوازع بن نافع العقيلي. أيوة ما فيه عطية العوفي لكن نقول لهم برضو ضعيف لأنه الإسناد الثاني ده فيه منه الوازع ابن نافع العقيلي. نعم. قال النووي في الأذكار حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. ده كمان متفق على ضعفه الوازع ابن نافع ابن نافع العقيلي ده متفق على ضعفه وإنه منكر الحديث. قال الذهبي. وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدي عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ. وقال بعض العلماء الوازع ليس له وازع في رواية الحديث ما عنده وازع إيماني ذا. الحديث الثاني عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف. شوف النطق الصحيح زي ما نطق أخونا معتز فضال ابن جبير ده اسمه صحيح. نعم. وهو ضعيف مجمع على ضعفه. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال قال ابن عدي قال وبكل حق ولك وبحق السائلين عليك. دي شبهينا. والحديث أيضا ضعيف لأنه فيه فضال ابن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نعم. قال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به بحال يروي أحاديث لا أصل لها. وقال الذهبي أيضا في نفس الصفحة وروى الكناني عن أبي حاتم الرازي قال ضعيف الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت فالحديث شديد الضعف فلا يجوز الاستشهاد به.